بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم. من أرض الشهداء وساحة الكبرياء والشموخ، ساحة اعتصام البصرة، نخاطب أبناء الشعب العراقي الجريح باسم الثورة العظيمة، ثورة اكتوبر. ورد الى مسامعنا ان هنالك بعض الاسماء التي تدعي انهم ناشطون يريدون مقابلة المكلف بتشكيل الوزارة، وفيهم من يريد ان يمثل البصرة. ولكوننا نحن ابناء الثورة نعلن لمسامع العالم اجمع ان ادعاء هؤلاء زورا وبهتانا بل إنهم مرفوضون من قبل ساحاتنا، وإنهم غير متواجدين بيننا أصلا، حيث إننا خرجنا بثورة قوامها 800 شهيد وما يقارب 30,000 جريح ومعاق ومئات من المغيبين والمعتقلين. وهدفنا كان وما زال إسقاط النظام الميليشياوي القنعي. وعليه ليس لساحة اعتصام البصرة أي مفاوض أو ممثل يمثل صوتها، وإن هنالك البعض من الذين يريدون أن ينالوا مكاسب دنيوية على حساب تضحيات الثورة العظيمة، بأن يستلموا حقيبة وزارية على حساب الثورة وتضحياتها. إن هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم في شيء، ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الخزي والعار للمساومين على تضحيات الثورة، والنصر لشباب الثورة العظيمة. 20 نيسان 2020.